من أجل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة. نشكركم باسمهم لأننا الآن أولا المعلومة الأولى أننا الغرفة الثانية بدأت في النقاش على هذا المشروع، مشروع هيئة المناصفة اللي كان عندهم من جاء عندهم من تقريبا من 10/5/2016. اليوم في الغرفة الثانية كيتناقش هذاك المشروع القانون حول هيئة المناصفة ومنهضة كل أشكال التمييز اللي سكتوا عليه هذه من 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 ماي 2016. عاد تفتح ودار فيه هذه لجنة مشتركة اللي اكتشفنا أننا التعديلات اللي داروا كانوا تعديلات طفيفة اللي جات من البرلمان ضئيلة جدا. ما بقى القانون في مجمله هو قانون ما يمكنش يخرج لنا واحد الهيئة اللي هي مستقلة وفق مبادئ باريس كتضمن كدير المسألة الحماية والنهوض بحقوق النساء، وبقات عندها الولاية، داروها الولاية عامة إذا تشتغل على جميع أنواع التمييز. فهذه مسألة احنا كتخوفنا، ولهذا احنا بدينا بالقضية ديال الترافع ديالنا مع السادة والسيدات المستشارات على مستوى الغرفة الثانية، وعطيناهم المذكرة اللي عطيناكم ملاحظات ديالنا والاقتراحات ديالنا، وكنتمناو انهم ياخذوا بعين الاعتبار الاقتراحات ديالنا باش يخرج على الاقل تخرج واحد الهيئة عندها واحد الدور فعال في تغيير اوضاع النساء والوصول الى المناصفه وتحقيق المساواه بين النساء والرجال. المذكره اننا كنطالبوا ان تكون عندها السلطه، بما ان هي سلطه تكون عندها سلطه شبه قضائيه، تكون تتقبل الشكايات وكتبت فيها وكتعطي الراي فيها، تتعطي الراي ديالها وكتعطي الراي وكتعطي راي في السياسات العموميه فيما يخص المساواه بين الجنسين والمساله ديال التمييز الى اخره. كتكون عندها المساله ديال انها تكون عندها واحد البعد الترابي، لان الان هو دابا في القانون كيهضروا على المركزي، بينما احنا في اطار الجهويه المتقدمه ما كاين حتى شي بعد نظر على ان هذه الهيئات تكون متواجده في جهات اخرى اللي هي فيها كذلك مشاكل تجاه النساء. واللي كنتمناو ان نخرج من الولايه العامه ونردوها ولايه خاصه، لان هذيك الهيئه خارجه من الماده 19 هي اللي كتنص على المساواه بين الرجال والنساء في جميع الحقوق الاقتصاديه الاجتماعيه البيئيه السياسيه الى اخره.